بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في الاول حلوني يا ابائي ان انا ما استحقش اتكلم وجود ابائي الكبار اللي بيعلمونا اللي احنا صغيرين قدامهم، ابائنا واللي ربونا وعلمونا، حلوني ان انا اتكلم في وجودكم. واشكركم على حضوركم، وحضوركم ده كان بركه ليا وازال عني حاجات كتيره، يعني شجعتوني ورساله تقوية لي. أشكركم على حبيتكم. في الأول أنا بشكر ثقة قداسة البابا تودروس الثاني اللي اختارني لأني أجي هنا في بروشية جميلة بعد المتنيح الملاك أسوان المتنيح الأنبا هيدرا. بشكره انه اداني الثقه دي اني اجي في محافظه طيبه في ربوع مصر، مصرنا الحبيبه اللي كلنا بنصلي لها، بنقول يا رب بارك بلدنا وبارك رئيس جمهوريتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنصلي له كلنا ربنا يبارك خطواته ويكمل المسيرة اللي بداها علشان ينشئ الجمهورية الجديدة، مصر الجميلة اللي كلنا فيها بنحب بعض، بتقوم على الأمان والأمن والمحبة. بشكر السيد المحافظ وطبعا اسمه مش كلنا كأقباط مش ممكن ننساه، كلنا في شهر العذراء بنفتكر أشرف عطية من الترنيمة بتاعتها ترنيمة العذراء. وبشكر السيد الوزير محافظ أسوان، وبقول له بشكره على حسن ضيافته لينا وحضوره النهارده، وبشكره على كرمه، من كرمه لينا ربنا بعت مش حفل تجليس واحد بس لأسوان، بعت حفلين تجليس النهارده هنا وبكره في دير القديس العظيم الأنبا بخوميوس بحاجر إدفه. وفي المناسبة بشكر أبويا وأخويا الأنبا أرسانيوس على رسامته أسقفا للدير. لازم برضو نشكر نيافة الأنبا بخوم، سيدنا الأنبا بخوم تعب وكان ليه مجهود رائع جدا وكانت الأمور كلها بتمشي بسلاسة. بشكر برضو قبل ما انسى عشان ما حدش يزعل القيادات التنفيذية والأمنية للمحافظة وسعادة السفير وسعادة الشيخ سمو الشيخ، بشكركم كلكم على حضوركم النهاردة. وأنا موجود معاكم بفتكر الآية اللي قالها السيد المسيح في يوحنا، إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع، اللي قالها لتلاميذه: آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبيه. أنا دخلت فعلا على تعب سيدنا اللي عمل كل ده، الأنبا هيدرا. سيدنا أنبا هيدرا الله ينيح نفسه كان إنسان ملاك بمعنى الكلمة، واللي فيكم ما يعرفش كان في محبة بينه وبينه. وأنا جيت أسوان في 2011 مع أحد من الآباء كان مريض وعمل عملية في مركز الدكتور مجدي يعقوب في 2011، وتعرفت على شعب أسوان الطيب. كنت بمشي في الشارع مش بفرق بين مسيحي ومسلم، كل الناس بتعزمنا سواء التاكسي ركبنا، وحتى لو ما كانش مسيحي كان مسلم وما يقدرش ياخد أجرة، الناس كانت بتعزمنا في البيوت ويقولوا لنا اتفضلوا. فأنا شفت بعيني وسمعت وشفت بنفسي طيبة وكرم ومحبة شعب أسوان الطيب. وكان في محبة بيني وبين الأنبا هيدرا، وحضرت هنا قداس تذكار الخامس لتدشين الكاتدرائية دي، وكانت برضو التذكار الخامس لترقية الأنبا نيافة الأنبا هيدرا مطران لأسوان في شهر مارس 2011، يعني مش غريبة على المكان دوت. بشكر الآباء، بشكر سيدنا أنبا يونس على الكلمات الرقيقة اللي قالها وعلى إرشاداته الجميلة. بشكر
سيدنا الأنبا غابيس على محبته. بشكركم جميعا، وليا رسالة لكل شعب أسوان. أنا بحب الكلمة اللي بنقولها في القداس، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. أنا أحب كنيستنا تبقى لكل الناس، الفقير والغني. أحب كنيستنا تبقى للصغير والكبير، الضعيف والقوي، كل الطفل والشيخ، كل الناس لينا قلب واحد ومحبة واحدة وفكر واحد، وده اللي مفروض نعيش به، لأن الله محبة وبدون المحبة لن نرى الله. نصلي كلنا ربنا يدينا كلنا إن نحافظ على وحدانية القلب في كنيستنا في أسوان وفي كل مكان، وبنصلي كلنا مع بعض علشان نحافظ على اللي تعب وسابه سيدنا الأنبا يطرى، ونحافظ عليه وننميه. وبشكركم كلكم على محبتكم واستقبالكم ليا، واتمنى من ربنا يديني اكون سبب بركه لكل واحد فيكم، ولله المجد دائما ابديا الابد امين.